بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الحادي عشر مع شرح درس من دروس كتابي المفيد، والدرس هو بعنوان الصفة المشبهة. الآن، ما هو تعريف الصفة المشبهة؟ هو وصف مشتق، أي يؤخذ من فعل يدل على من قام به الحدث وليس على من قام بالحدث، لأن الذي يدل على من قام بالحدث هو اسم الفاعل، لكن هنا يدل على من قام به الحدث على وجه الثبوت، يعني اتصف بصفة ثابتة ودائمة. الآن نأتي هنا إلى الصفة المشبهة. الصفة المشبهة فيها معنى اسم الفاعل، إذن هذه الصفة المشبهة تحمل معنى اسم الفاعل، لكن الصفة لذلك تسمى لها اسم آخر، الصفة المشبهة، وهي الصفة المشبهة باسم الفاعل. لكن الفرق بينهما أن اسم الفاعل يدل على من قام بالحدث، مثل أن نقول كاتب الذي قام بحدث الكتابة، لكن الصفة المشبهة تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت في وصف مشتق، مثل كأن نقول كريم، فهذا كريم، هذا الوصف لا يدل على من قام بالحدث، وإنما يدل على وصف ثابت يدل على من قام به الحدث. الآن نأتي إلى أوزان الصفة المشبهة، لها أكثر من وزن، وعلى الطالب أن يحفظ جميع هذه الأوزان. الوزن الأول وهو فعل، مثل فرح، طرب، تعب، وكذلك مؤنثه. ما هو مؤنث فعل؟ فعله، مثل فرحة، فرح، فرحة، طرب، طربة، تعب، تعبة، هذا المؤنث وهذا المذكر. ومن الأوزان الأخرى الوزن أفعل، الذي مؤنثه فعلاء، مثل أحمر، حمراء، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على لون. كذلك أزرق مؤنثه زرقاء، وأيضا هذا يدل على لون. وأحول مثلا مؤنثه حولاء، وهذا يدل على عيب، أيضا مثل أعرج، عرجاء. والوزن الثالث أيضا فعلان، الذي مؤنثه فعلاء، مثل ريان، ريا، تدل على مؤنث هنا. ويقظان مذكر، هنا المؤنث يقظى، البنت يقظى. وظمآن محمد ظمآن، إذا على وزن فعلان. وهند مثلا أو فاطمة ظمأ، فهذا فعلان يدل على المذكر وفعل المؤنث. والصفة والوزن الرابع هو فعل، فعل، مثل بطل. وكذلك الوزن فعل، مثل جنب، جنب. كذلك الوزن فعال، مثل جبان. والوزن فعال أيضا، مثل شجاع. فهذه الأوزان تحفظ جميعها. والوزن فعيل، إذا دلت على صفة ثابتة، مثل كريم، بخيل، شديد، هذه أوصاف ثابتة، إذا كانت تدل على أوصاف ثابتة فهي صفة مشبهة. أيضا فعل، مثل ضخم. وكذلك فعل، مثل ملح. وأيضا الوزن العاشر هو فعل، مثل حلو وصلب وحر. وهذه كلمة حر هي الراء عبارة عن المشدد على الراءين، الراء الأولى ساكنة والثانية أيضا متحركة، بالتالي نقول حر، الحرف الثاني فيها ساكن. الآن نأتي إلى حل التمارين. استخرج الصفة المشبهة مما يأتي وزنها بعد رد ما جمع منها إلى مفرده. نأتي الآن هنا إلى الاستخراج. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج. هنا فعل، كذلك هنا الوزن فعل، وكذلك هنا حرج، الوزن هو فعل، عفوا، هنا معنا حرج، هذه اسم، وكذلك هنا حرج اسم، وهنا اسم. لكن الصفة المشبهة، لاحظوا، الأعمى، أعمى هي على وزن أفعل كما قلنا قبل قليل. لاحظوا هنا أفعل، الذي مؤنثه فعلاء، فهي صفة مشبهة، وفعلاء هذه تدل على معنى، تدل على ماذا؟ تدل على عيب في المثال، وهي أعمى عمياء. نرجع إلى المثال.
فلاحظوا أعمى مؤنثه عمياء فهي صفة مشبهة، كذلك الأعرج مؤنثه عرجاء تدل على عيب فهي صفة مشبهة، وهنا أيضا مريض على وزن فعيل فهي صفة مشبهة. وفي مثال ثاني قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، كلمة عذب على وزن فعل فهي صفة مشبهة، وهذا أيضا ملح أجاج، ملح على وزن ماذا؟ فعل، فهي صفة مشبهة. وفي المثال الثالث قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لاحظوا الخبيثات، نرد الآن، لاحظوا هنا بعد رد ما جمع منها إلى مفرده، هذه كلمة الخبيثات هي جمع، ما مفرد الخبيثات؟ الخبيثة، إذا هذه على وزن فعيل، فعيل أيضا خبيث فعيل. لاحظوا هنا الطيبات هنا لا يوجد فيها، لكن هنا أيضا معنى كريم، إذا لاحظوا إذا الخبيثات هنا والخبيثين هذه صفة مشبهة بعد الرد إلى المفرد وهو فعيل، فعيل. وكذلك هنا الخبيثون مفردها خبيث أيضا، والخبيثات خبيث، خبيثة تدل على المؤنث. وكذلك الحال معنا كلمة هنا كريم على وزن فعيل. وفي المثال الثاني هنا دل على الصفات المشبهة في الفقرة التالية ثم كون جملة، لا نريد أن نستخرجها هنا. إن الحسد يدفع الحاسد إلى انتقاص من حسده، فإن كان شجاع سماه أهوج، أهوج على وزن أفعل فهي صفة مشبهة، وأيضا هنا جواد على وزن فعال فهي صفة مشبهة، وأيضا حليم على وزن فعيل صفة مشبهة، ضعيف على وزن فعيل. وأيضا هنا بهذا نكون انتهينا من هذه الصفات في المثال الثاني. وفي المثال الثالث هنا صوغ الصفة المشبهة من كل فعل مما يلي، مثلا نبل، نبيل، صعب، صعب على وزن فعل، حمق، أحمق على وزن أفعل، ضجر نقول عنها ضجر، ورزن رزان. الآن السؤال الرابع: اذكر أهم ما يميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على من قام بالحدث، و الصفة المشبهة تدل على الثبوت وتدل على من اتصف بالحدث. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.